أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن رعاية موسم الرياض لمسابقة الدوري الإسباني لمدة 3 مواسم. كانت التغريدة قبل لحظات من الآن على حسابه في منصة إكس. واحد من الأخبار المهمة جدا، بل من الأخبار اللي تستحق إنها تأخذ مساحات واسعة من الاحتفاء. ليش؟ إحنا اليوم نتكلم على شراكة كبيرة جدا. أولا نتحدث عن واحد من أوائل ومن أقوى دوريات العالم على الإطلاق. ثانيا إحنا نتحدث عن قيمة تسويقية عالية، ولكم أن تتخيلوا عدد الناس اللي يتابعوا الدوري الإسباني على مستوى العالم. بصراحة ضربة معلم وشراكة كبيرة جدا وتسويقية بشكل عالي. ثالثا وهو الأهم، اليوم كل المنجزات المتلاحقة اللي جالسين نشوفها الهيئة الترفيه لموسم الرياض على وجه التحديد، موسم الرياض إذا قارنا سنوات الموسم بحجم المنجز اللي جالس يحقق على مستوى العالم ككل، ستجد أننا أمام تجربة نجاح استثنائية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. شكرا للقيادة الرشيدة التي ما آمنت بمشروع إلا تحقق ونجح ووصل إلى العالم. شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق العمل الذين معه في تحقيق كل هذه الرؤى في هيئة الترفيه وفي موسم الرياض على وجه التحديد. موسم الرياض قوة سعودية ناعمة تجتاح.